شقلت؟ يو ذا كرايزيست ار هير. خليني من هنين اشتف هالخرشه اللي تفافه يجي في زلافه. ايوه ماشي خويا ولكن يو كان عارفه. This is me. اي ما تدويش على الساندويش. I've been waiting for a long time to sing this song for all my brothers. واتش علي رجوله. جو تكتني شوكا تكتني شوكا كدابه يا بو حطا كدابه يا بو حطا انا كدابه لا انا بو حطا كدابه يا بو حطا بو حطا يا كدابه. بدات يومي في الصباح كان الجو حار لابسنا نصكم من وخرجنا من الدار. رأينا فشياش لبساتني القليل وإن كذبتمونا سنريكم الدليل. ما عدتناش التالي للدراري ما تقولي دكتني شوكا دكتني شوكا كدابة يا بو حطا كدابة يا بو حطا أنا كدابة لا أنا بو حطا كدابة يا بو حطا بو حطا يا كدابة. أنا الفتى النظيف مهذب ولطيف أفيق في الصباح ساكن في حي الفلاحي أغسل يدي وأنسى رجلي. قول على عزة يا ويس موفا think about it. تلاحظ واحد القضية تجيني في شكل دابا سبحان الله المرض ديال العيالات ماشي هو المرض ديال الرجال. المرأة دابا تتكحب كتعطس الراس غيتشق عليها كتشري لها الدواء من الفرماسيان كتشرب منه فانيدة وحدة وكتوقف معاك راجل بحال حتى شي حاجة ما كاينة. ونهار الراجل تيكون مريض هي تتبزز عليه وتتشد ليه بالخاطر وتتقول لي واخا كبيدة يلا واه كابر كابر واخا حار غمض عينيك وشربوا باش يفوتك الحال. شو مسكينة تتشد ليه بالخاطر وهي منشورة كاو كاو وبارك لها ترى كيما مريضه ما والو ترى درتي بالك معاه وزيدوا المرض راه ما تيبغيش البروك تينوضي هزي حطي وتفكريني. وسبحان الله العلي العظيم نهار كتمرض مولات الدار تيوقع خلال في المنزل تيولي ولادها وراجلها غا كيسخنوا وعاد كيبداو يتعرفوا على محتويات الكوزينه. ماماهم ديك الساعات كتبدا خدامه معاهم غا اوديو. ماما فين هي الزيت؟ راه حدا المقراج. ماما دخل الفار الكوزينه راه تحت لافابو الفار عارفه فين غيمشي. ونهار الراجل تيمرض هو ماشي مريض وهي مخموش وبارك لها بنادم ضعيفه الصحه هي كلشي وبدا ينقر تيولي بحال دوك الكلاب اللي تحطو في الطوموبيله براسو تيلعب. قولوا للدراري يدوزوا يريحوا نقصوا التلفازه جاني الشعا طفيو الضوا واش بغيتوا تقتلوني سدوا الشراجم بالسيف ما نمرضوا هاد الجيران يدور تقول عندهم العرس. مازال هاد الناس هادو المرض ديالهم عنده واحد تتعرف شنو المرض شنو اللي دارو الراس المعده حيت تتعرف المرض وتتعرف الدواء ديالو. انا اللي تيمرضوا لي هما الناس الكبار ما مرض ما والو ولكن يمرضوك. انا واحد جده مريضه ولكن الى يومنا هذا باقي ما عرفناش شنو هو المرض اللي عندها. تتكون صحه سلام تتنقص غير تندخل تنقول لها مدرج دا كيبقى تقول شويه وليدي لاباس. هو تنحس بحال لا شي واحد شاد شي دقاقات المهراز وتيطنطل ليا في راسي. تنخرج ونعاود نرجع مدرج دا شويه فاتك الحال وشويه وليدي لاباس غا هو تنحس بحال لا شي جوج شاديني واحد تيجر فيا من هن والاخر تيجر فيا من هن. ما عرفت وليدي مع من نمشي انا كون يصبروا عليا نمشي معاهم بجوج انا ما بغيتش نخسر الخاطر. ودابا سبحان الله العظيم في اي عائله تتلقى واحد خدام وشي الاخر كلشي مشومر ناري نهار تيمرض هذاك اللي خدام كلشي تيقابلو شنو خصك ياك ما نعيطو لسوسن تتونسك ياك ما ندوشو ليك خاصهم يدورو على الكلينيكات ثلاث ايام خاصو يبرا فيها. علاش؟ حيت الا فات ثلاث ايام غتخوى الثلاجه. ونهار تيمرض هذاك اللي ما خدامش تلقى امو مقابله ايه مريض دارك راسك وكان عندك الراس كون قريتي. وفي المرض ما يقيلوك سبحان الله العظيم. انا تنعرف واحد السيد مريض مشى عند الطبيب قال لي راه خصك دير سكانير. خرج من عنده مشى للسيبر قال لي هاك سكانيني ولوح لي ليا في كلي تيسحب لي راسو لوجيسيال. مني سالا قال لي بشحال قال لي 4 درهم قال لي ايه الطبيب شفار ود الحرام طلب لي 60000 ريال.
راه مشاكل اصاحبي. دابا تلقى سبحان الله العظيم طبيب ديال القلب والشرايين ودير عياده في 5 ميطاج والسنسور ما خدامش وتيقول لك علاش الكليان ما تيجيوش عندي. الكليان تيموتوا في التروازيام سي نورمال. ولكن اخطر حاجه تطرى لك هي فاش كدوز عند الطبيب وتتسالي وتيقول لك لا راه ما عندك والو وتيتم خارج معاك تيعيط لباك عافاك بغيتك على الانفراد وتيجرو بعيد. انت في ديك اللحظه تتقول يا كونسير يا سرطان يا شي حاجه. هو راه باغي يقول لي دوز لاكيس عافاك باش تخلص ما تنساش تخلص. انا متى المرض عاد شنو تندير؟ تنبغي نمشي للفيسبوك زعما تنبغي نكتب ديك جو سوي مالاد باش كلشي يتعاطف معايا ويصيفطوا لي هذيك الله يشافيك. واوعر وحده هي اللي تتقول لك تتلوح لك تصويره في كومونتير وتتقول لك التحدث معي ينصح به الاطباء مخين زانتي قالك. ايوا ارا كازا 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 بغيت تسمع ايوا خير على الله يا سلام ايوا 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 بصوا كازا اتبع شوال من ناحية التربية حمدتك يا ربي وشكرتك ما مربيش ماشي ما بغيتش نتربى ما كانش عندي الوقت فاش نتربى. كنت عايش ما بين المعارف ودرب السلطان. أجواء في المعارف ماشي بحال درب السلطان. في المعارف مثلا غير من كتبغي تنعس الضو خفيف وباقي عاقل كان عندي بيت نعاس عاطي على الدار ديال شي كوار وكل ليلة كنت نطفي الضو وكنشوف كيفاش كينعسوا ولادهم. حدث كبير ايفينمون كيوفروا للدري كاع الظروف باش ينعس. اول حاجه هما ما كيديروش القماط. انت من صغرك كتكبر معقد مزير تقمط الدري باش يتجمع. ثاني حاجه هما زعرين الدري غير كيشوف فمو كيضحك وكينعاد. ثالث حاجه كي الاب والام في الدار با بلوس وما كيتخاصموش في الدار. هو قاوري كاعي غيمشي يتخاصم مع مرتو كيدخل عندها كيدق عليها كيقول لها جاكلين يفو كون بارل يفو كون بارل يفو كون بارل. هي كتقولي اوكي اون بارل. كيمشيو للقهوه كيتخاصموا كيضربوا كيرجعوا ما كاين حتى شي مشكل. هاد العبد الضعيف اللي قدامكم شفت سنان الوالده فوق لا موزيك وانا صغير. شفت الدم وانا صغير بقي عاقل. واحد النهار الوالده بغات دير فيها راجل قالت الوالد اخ راجل اكتي راجل فرعت عليه الباب تصابوا في البيت الاخر تكى عليها بقصريه ما كيوقفوا حتى داكشي ديال الافلام. سلم نفسك البيت محاصر. واخا هكاك الوالد كان مربي واخا كان تيضرب كيستاشر مع الوالده تقول لها واش بغيتي نهرس لامك فمك. وكيفاش كيفاش الكوار كينعسوا ولادهم تيغنيو ليهم فخير جاك فخير عندكم تنعسوا جاك. دري كينعس زوين كيحلم احلام زوينه. درب السلطان لا بيت واحد وجوقة البشر وكاع الضوا اللي عطى سيدي ربي شاعلينهم وقال لك اكرام الضيف ونايض الرواج في الدار. جدي مضارب مع الراديو ما بغاش يسكت لي اسكتونا شنو هذا الشيء. جدة هز القبلة وقصلاي وكتقلب على القبلة 15 عام وهي ساكنة في هذيك الدار ما تيقاش أن القبلة بحال هكا. خالي طويل وعامر والموسطاش وشاد السارة ديال الدوزيام وكيشطع مع الشيخات هاي شحال زينات هاي. وخويا كيحسن وكيغني أباني أبانا أبانا. وسط هاد السكينة والطمأنينة الوالدة بغات تنعسني وحنا والدينا من ما كنبغيوش نعسلو لهم اش كيديروا لينا. كبدا تراري بك ها هو ولدي الزوين غادي ينعس ها هو الفن غادي ينعس ها هو الغزال غادي ينعس. يا ربي تسمح لي كاين شي عيالات كيكذبوا على ولادهم من الصغر. الدري لا علاقة له بالزين ولا الجمال راسو بحال بطاطا قصبية. حنا المغاربة كنا راسنا بحال بطاطا قصبية علاش من الصغر كيلعبوا لك في وجهك غير كيشبه لك الزهر. ها هو يلا ونعس قلت فول خالتي قلت فول خالتي ناس ناس ما بغيتيش ناس الله ينعلبوك ناس ما بغيتيش ناس ياك صافي بو عسل كا
كتنعس مدهشر. هذيك النهار جالس في الدار وانا نتفرج في واحد البرنامج كيدوز في واحد القناه فرنسيه سميتو بيبي بوم، واش عرفتوه ولا لا؟ متبعين سامحيني نتوما. هذا البرنامج سي اون تيلي رياليتي، الكاميرا كتبع المراه من النهار الاول اللي كتدخل للكلينيك باش تولد حتى تخرج والده من الكلينيك، وكيبان لك يجي عند الراجل وكيمشي للدار كيجيب لها الحوايج، كيدخل عندها وكتدخل عندها الفرمليه، ويلي 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 على الفرمليه كي دايره حوته. كتدخل عندها كتقول لها احترمني مدام، اون فا اكوشي دون 40 مينوت، يلا انسبير شيكسبير فوالا. كيدخل مع الراجل البلوك يشد لها في يديها وتتولدو وتيقولوا لها بوس بوس، ومن كيخرج الدري كيهزو الراجل هو غوز ونيفو غوز، تيقول لها il me ressemble. تخيل تكون دارو هاد البرنامج عندنا في المغرب. تبان لك الفرمليه، المرا مدخرين الفرمليه على البياص من الدس، والفرمليه مالها لابسه الصابو في الطالون، الصابو ما فيش طالون كتمشي بحالك. والبياص رويدو كتلعب الرويده ديالو كتلعب تمشي بحالك، الدري كيطلع ريب. حتى تيوقف عليهم الراجل في وسط الطريق، احباس السلام عليكم فاطمه، انت دابا داخله البلوك تعيشي ولا تموتي العلم لله، تريكو الصفر اللي فيه صدافي قهويين فين درتي؟ والبارح صيفطك تجيبي الكارو فين درتي الصرف؟ طراك ديال ديو المسخوطه ولا ديو؟ وإلا بلطت البروش أنا مريح في القهوة أون فانس عزيز عليا بنت الحرام. راسي راسي انا نورمالمون ما تنترينيش بالدراري الصغار، فهمتي؟ انت دخلتي على وجه امك، فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ دونك غادي ما حيتش ماشي عند سميتك القباج غنتريني بك بوحدك تيتجمعوا الدراري. فين ديجا تتريني انت؟ كنت كنتريني. اش كنتي تتريني؟ فور كونتاكت. اجي شويه انا اتوقف بحال ماكو. اه شوف دير راسك بحال غتصرفقني، ما حشمتيش ها؟ ما حشمتيش هادي هي الترابي على صيفطاتك امك، هادشي علاش؟ ريح ريح هنا ناجي ريح ودور معايا انا غنرجع وندورك على راسك. استنى ناجي فلوس فلوس زوينين ولكن مابقاش فيهم بركه من نهار ولات البنكه. انا بركي عاود ليا شحال هادي ما كانش البنكه، كانت البنكه عندهم في المخاد تحت السدادر، ما كانش لي فري كان الفار. با كان مسلط عليه واحد الفار كياكل الزرقات. عاوتاني النهار اللي شدو واحد القتله ديال لي هو فار ديال لي با قتل الكلاب محطو، وما تهنى با حتى النهار اللي بينو البنكه. البنكه في خشارو عنده بالاولى ماشي بحال دابا، كتدخل كتلقى لي سيكيغيتي ناس صف. كانت البنكه شحال هادي كتدخل عندهم شريج مصغيور كدوق عليهم كيمدولك شغل النفحه. النهار اللي جمع با واحد المليون مشى عندهم دق عليهم حلوا لي عطاهم، بغاو يسدوا قال لهم عافاكم دقيقه، جبدوا الفار قدر له فوق منهم الله يجازيكم بخير. انا ما كاين اللي كيبقى فيا قد هذاك اللي تيقول انا خدام مزيان وكنتخلص مليون، هو اصلا من يوم ما كيشوفهاش كيدوزو على ديك البنكه كيمشي مسكين هو كيبقى يجبد غير ب 100 درهم 50 درهم كيجبك الله بحال كيدوروا معاه. لا حلاوه الخلصه هي تخلص ب 20000 ريال للشهر ونمشي عند المعلم وناخذها ونعيش بها، نشدو ندخل الدار شمها اش قالت لي
شتت والديا فوق ناموسيه والناس الله رشقات ليا كاع نطلق الشعبي بقى نغرم على راسي فلوسي وانت قيمتك غادي 100 درهم انا راه حيت لقيت شي قبل جده اصلا جده واحد النهار خرجت معايا قلنا نضربوا دويره في قيصريه قلت لها نجبدوا شي بركه قالت لي زيد مشيت جبت داكشي قسم الله زدنا قيت جده ما كايناش قيت خاشي راسها في كيشي وبكى الله يخلف عليكم يا وليدي ان شاء الله وفي ريتيم راه يخدم ويرد لكم وكثر من هادشي في الليل جمعت العيال شو طارقه عليهم قالت لهم وليدي تبارك الله واعر كيدوق على الحيط كيمدوا ليها بألف بألفين سيري دوقين شيا لا نقول لكم واحد القضيه زوينه في هادشي ديال الفلوس هي ملي كيسافروا مالين الدار مالين الدار كيسافروا تيخليو لك الفلوس باش تصرف على راسك كلكيت هلا في راسك ثلاث ايام من الاولى كي غير الماكله لافوكا البيض خفت الغداوات خفت العشاوات كتفوت ديك ثلاث ايام كنقص الميزانيه شويه كيولي السيد يفيق حتى 12 باش يدير فطور وغدا كدوز يومين وحده اخرى كيولي صوم ها الامام بدا يدخل كيزيد شويه كيولي يصلي كيصلي غير الجمعه باش يتغدى مع دوك صحابك كيسكتوا برا واحد القضيه كثر بزاف قمه القمع على الانسان في الكيشي هي شي واحد تلقاه غادي هو خطيبته يقول لها كيبغي يعقل عليها يقول لها مشوش نتقهواو يلا نجبدوا نكيشي نتيريو كيف تقول لها وقف حدايا توقف كيبغي يجبد داكشي ما كتعطيهش تقول لها نشوف شحال عندي كيدخل الكونت كيلقى عنده 99 درهم كيدور عندي تقول ايوا ايوا ياكلونا في الزقنا هادو ولا شنو يلا معايا عندهم كيدخل عندك السيد اللي جالس تقول لها السلام اختي بخير يا صحاب هاد الدرهم في ساعه فك في 100 درهم قد قد قالت لي لا خويا ما عندي كي ندلا وتشي لوحه من تلقى لها من الليل مالك يوك والواعره بزاف هي ملي كيصيفطوا لك ماندا 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 ديك ماندا كيصيفط واحد النمره ديك النمره كتجي تاخذ بها الماندا واحد صاحبي صيفطوا لي نمره بالفرحه دخلها في تعبئه مني مش بغى يجبد الفلوس قام خرجوا تشكى عليهم واحد وصلوا في ميساج ودابا شي هادشي ديال الفلوس راه مزيان ولكن الله يخلينا صحيحتنا راه الصحه تجيب الفلوس الدري مسكين صاحبي صديق الطفوله بصح كبرت انا وياه مسكين مريض مشى الطبيب دوز ليه خرج التحاليل مشى دوزهم مسكين ب 60000 ريال غمسلفها جاء عند الطبيب عطاها ليه قرا الطبيب التحاليل قال لي الحمد لله ما عندك والو قال لي شنو هو قال لي الحمد لله راك ما مريش قال لي ورا انت اللي مريض اللي كتقول لي ما مريش وبربي دابا تلقى لي شي مرض دابا 60000 ريال غنسلف انايا ولا غلط تلقى لي شي مرض ولا شوف لا شوف نزيدك 1000 درهم وفتح ليا ميرسي كازا أخيب سؤال يمكن لك تسولو لشي مرا هو شحال في عمرك أشحال وحدة هنا جالسة وعاجبة راسها وفرحانة وكتضحك هي هي في عبدو وتسولة شحال في عمرك تقول لك فانتا وثقة في النفس تكبر شوية بديت تكمش لها وجهة وسولة شحال في عمرك بحال عيرتي عسوق أمك ماذا لا تخسر على الهضرة ولكن ما يبقاش فيكم الحال راه كيمشي الزين وكيبقاو حروفو الحاج بغى يدلع الحاجة مشى الزين شافها قال لها والله الحاجة مع دوك ثلاثة نقاط اللي واش ما في جبيتك إلا وجهك بحال حرف وشين حشمات وبغى دير لي خاطر وقالت لي تانتا الحاج مع ديك الدبانة حرف الباء محطوط إلا حطوا الراس على الراس كتكتب بش كاين اللي كيكبر ما كيمشيش لي غير الزين كتمشي لي حتى الصحة
كتولي مرات هو اللي توكلوا وتنوضوا وتلبسوا وما كيرضاش نفسه هنا يدور ويعير فيها نسلخك انا اجبتك صغيره رخفي السروال رخفي السروال ولكن اللي كتلقاه كبير كبير في الله 90 عام والفوق ولكن عقله باقي ديال البراش مازال باغي يلعب هو اللي كتسلم عليك يدي طردق لك في صباعك واش كاينه ها دار دار كارطه ولا دا دار كتكون واقف كيجي موراك وكيضربك في ركابيك يا ودي الدراري ديال كيكه وحليب ميكا كيبدا يضرب فيك في ظهرك زعما كيضحك معاك الرجال الكبار كيفاش كياكلوا كاين واحد النوع كيتعذب كيديمونطا كيحيد الفم ديال الزنقه كيركب ديال الماكله كيحيد الترازه كيحيد لاباري ديال الودن كيحيد العكاكز وكتحط القصريه معاك تحط اي ديري البلبول ما كناكلوهاش كيعاود يتمونطا كيهز العكاكز كيركب لاباري كيهز كيتم غادي وين نقول خليتونا بالعشاء الكافره بالله وديما في اي درب كتلقى واحد السد ديال الرجال الكبار مع 20 كيبقاو ديما يعمروا في العشيه في راس الدرب كيلعبوا كارطه مجموعين كيصليو مجموعين كيتفكروا ياماتهم مع الوقت كيبقى يموتوا كل مره كيموت واحد كيتنقصوا كل مره كيموت واحد حتى كيبقى فيهم واحد داك الواحد مسكين كيولي عايش حياته منكري يا ويلك وتقولي السلام ما تقولش لي السلام انا باقي مع امكم هنا باغي تقتلوني الله يرحمكم الدراري متو خليتونا مع الرعاوين وكيوليو فيهم النصائح ولد الدرب نشعل قارو كيكمي قف عليه واحد الراجل كبير قال لي كتكمي وكتفنطح وعاجبك راسك وكتبخ كتبخ الدخان اجلس الاردو على القارو جلس الارض وكمي كمي ودخلوا صدرك خليه يدور عاد خرجوا شو تبوي عا كيدير ويا ويلك وشكون كتفرج مع شي راجل كبير في شي ماتش كتقول ليه ميسي وكريستيانو محيحين الوالد كيقول لك اودي كاع ما يبانو قدام نيبت كيعرف النيبت وهاد القضيه كطرينا حنا كاملين دابا اي واحد فاش كيشدو شي راجل كبير كيبدا يعاود لي على ياماتو ايه ياماتنا كانت الموسيقى كانت العيوط خربوشه حاشي في قريني شو الكلمات حنا فاش غنكبروا شنو غنقولوا لولادنا ايه الحاج بيك ياماتو مسكين هاك الاول والثاني والثالث مزوز الفوق شو ياما شو الكلمات هذا ضي ضي ماشي بحالهم كانوا الشعراء كانوا الشعراء وفي اي عائله كتلقى واحد المراه عزيز عليها تعاود الخبير وتعاود النكات وتعاود الحجايات كتكون جالسه كتجي عندك انا وليدي يدك هذا شرا بيضه هذا لقاها هذا كاع وانت عارفه غتهرك وكدير لها خطره هذا واخا جدو كدوز خمسه دقائق كتنسى وكتعاود ترجع عندك انا وليدي يدك هذا شرا بيضه هذا لقاها انت عارفه غتهرك وكتفق عليها في الغرا الواعره وباكم كلشي كيخاف منه مع كيدخل كيبدا يهلل سيري انت تما سيري تحفظي انا ولي الماكله كتم جاي عنده انا وليدي يدك هذا شراوي هذا لقاه انا قال لي وعارفه غتهرك يدير لها هاك يا امك القاوري الا مات كيخلي لولادو الاملاك وصيه مكتوبه فيها برونسوان دو فو وما كيتاثروا شويه بابا كيديروها في كادر وكيعلقوها كيبقاو تفكروا فيها باهم واحد عندنا هنا مات خلى لولادو الاملاك وكنز فوصية عباره عن لغز مع مات ولدو مجبد الوصيه كيقراها لهم ولادي ولادي بنتهم بدات با قال لها اللي قلبو رهيف يخرج قريشلات العوده وكعب غزال سماوي طريت قاتل الفوطه عند الشجره الضاويه والبير الخاوي واه يا الصينيه سول الزرزور اليتيم يقول لك السر عاش الطبل طريق مراكش خلص البياج وعندك الرادار الحصيره الرطبه والمسند والسداري ردوا بالكم الدراري ردوا بالكم الدراري مع سلاه كمشوا فينا ومدام فينا وما ولاد وديما داك اللي مخلص البراد ندور القمقوم جيت وزعما هو مول البركه كتلقى جامعه مبارك يكذب عليهم اه وليداتي انا راه باقي نعقل على الفرنسيسي دوا والعربيه عاتي واحد النهار كنا غاديين وما يخرجوا لنا الفرنسيس شويه وي وقف الجنرال ديالهم
ويقول يا حيد ابو حمان انت كنعرفك. قلت لي ما حيد ما نحيدش. قال لي يا حيد غنطلقوا القنبول. قلت لي لك القنبول نحي. الشي كاع اللي كيكون كيهضر معاك ويقول لك الله يثبتني على الشهاده عرفو كذاب، وانا ما بغاش الله يثبت، وانا بغا يثبتك انت. وديما داك اللي كتلقاه حاضر راسو غادي داخل القهوه عرفو غادي للطواليط، وفاش كيسالي كيمشي للكونطوار كيشرب كاس وكيهز السكر زعما راه عطاهم شي حاجه. والطلابه ديال القهوه ديك النهار مريح، هو يدخل واحد الراجل كبير عرفتي بعقله بقى فيا، وهز واحد الجوه ديال الفانيل كيقول تعاونوا معايا راه الا ما شريتش هاد الفانيل وما شربتوش جوج مرات في السيمانه راه نقدر نموت، راه ما عنديش اللي يشري لي هاد الفانيل عرفتي. انا بقى فيا قلت والله تنمشي نعاونو. عرفتي مع شفت الفانيل لقيتو ديال ممنوع الحمل. والطلابه مريقلين تما كيخليك حتى كتكون انت والصديقه ديالك عاد باش كيجي عندك، حيت كاين واحد النوع حتى كتكون مع الصديقه ديالو عاد كيصدق كيف جاي عندك. خويا خاصني 100 ونكمل 4000، انت عندك 4000 اصاحبي انا ما عنديش. الدريه ديالي سمعت 4000 مشات معاه وخلاتني انا. وليت انا والطلاب عفاك ما تمشيش. ومن هذا المنبر الدراري شي كاع الدريه اللي كتدخل معاك للقهوه وكتطلب لك عصير راه ماشي ما مزياناش، راه تقدر تكون مسكينه عمرها ما شرباتو. وي وي وماشي اي وحده عاوتاني دخلت معاك وطلبت لك اتاي راه بنت الناس وباغا لك الخير، تقدر تكون بليا بشقوفه وعزيز على الدكه. انا الوالد ديالي نصبوا عليه في قهوه، نصب عليه صاحبه في قهوه على قده، كيعاود لي الوالد قال لي كنت مريح شويه ويقول لي يا صاحبي شوف شوف شفت ويشرب لي القهوه ويزيد. هاد اللقطه دي ديال اغا شي واحد في لاسانسور انا داكوغ. الوغ السلام عليكم بعدا ديزولي بوغ لو تراك. بغيت نعاود لكم على واحد السيد هو في السيكشور ديالنا، ما كثرتش ما هو ذكي مكلخ، ما كثرتش ما هو ذكي مكلخ. هاد السيد هذا باعوا ليه حمامه ميته، قالوا ليه راه ناعسه باقي كيتسنى اليوم من هذا تفيق الحمامه، لدرجه انه كان كيصلي في الجامعه. الله اكبر صومالي تليفون جاو قال كنصلي نصلي ونهجر قمه الكلاخ. دار بروجي بدا كيبيع في جافيل، شوفوا الذكاء كيفاش كيجيب الفلوس. دابا الا مشى لشي دار فيها باب هنا والناس الفوق وحده واحد الباب كيدق، الا طلوا الناس اللي من الفوق كيدير راسو كيدوي مع الناس اللي لتحت، وراه ما كاين حتى واحد زعما راه ما مساليش كيتباع ويتشارى. الا حلت شي وحده الباب كيدير لواحد 100 ريال بحال هكا، ما كتحل الباب كطيح حداها تيقول الاخر الله يخلف لالا واخا ما كاين حتى شي واحد. واحد النهار دق في واحد الدار، طلعت عليه واحد النهار من الفوق دار راسو قال يا بلاتي نتباع ونشارى. قلت لها وليدي مع من داوي؟ قال لها داوي مع السيده. قالت لها وليدي راه ساكنه بوحدي في الدار. الوغ فاش كطيح لك درهم في المغرب، كطيح لك درهم كازا كامله المغرب كامل الشعب كامل تيقول لك خويا الزهر طاحت لك واحد الامان. ظريف. فاش كطيح لك 4000 كتردك دي مايكل جاكسون كتهفط عليها بعدا تتبقى جار 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 حتى كتولي 3600 20 درهم ديال هذاك الكاس في قهوه شهد، حيت حنا دابا في المغرب راه حشومه دير كسيده عندنا دوك الشوط واعري كتبقى كسيده كيوقف. لا راه هو شهد، لا راه شفت الاخر دار برونبا الاخر ما خدمش السينيال ديال الدونتي فخيز حتى في تنعات تنعات كنطيرو شي واحد تقول لي نعات لي شي حاجه يوضرك انت غتمشي ديريك شي ديك الساك. لا غيبان لك واحد السيد سميتو مصطفى، لا غتزيد شويه بالك واحد السيد سميتو طارق كيكمي الحشيش، لا غتهود مع واحد الهوده غتبان لك واحد القنصليه راه تما غتسول واحد السيد راه يقول لك فين جات الصيدليه ما تيقولش لك هو. بغيف الفرنسي مزيانه علاش؟ حيت دابا انسان فاش كتقول ليه بالعربيه كون هاني ما كيتهناش ما كتقناوش
تنكيت با صافي مروكون بيبل يعني مروك هو المغرب والبيبل هو الشعب كي اللي كيسحب البيبل معيوره تقول لك انا ما عنديش مندير مع بيبل هايشر بلاصه ما بغيتش تمشي لها رفيع غير البيبل لا بيبل هي الشعب فوالا تبارك الله عندنا طقوس في الدلع كيفاش كنضلعوا بعدياتنا حنا المغاربه كيفاش كنضلعوا بعدياتنا واش الحبس الله يحفظك اخويا الاعدام واش با خالفين الله يحفظك صافا مزيان هاني روحك هذاك الهضره ديال المرض بنادم خدام مردم كيجي عنده صاحبو تيقول لي واش الباترون باش لك المدير مدير ديال قلة ما يدار مسخوطين وكل مدينه كتتميز بالمسائل ديالها مثلا مدينه مراكش كيدلعوا بعضياتهم عن طريقة سعد المجرد المعلم حط المعلم واش المعلم واش خا المعلم والله الا بان لي المعلم كلشي عندهم معلم شي واحد يكون كيديرها بحال هكا معلم معلم اسمح لي الكرسي اش ليزاكسيسوار خصنا نحترموهم الوغ الناس ديال الشمال كيدلعوا بعضياتهم عن طريق حاتم عمر انا الاول خاي بريمو ببالك كيعجبوني الناس ديال فاس الناس ديال فاس تبارك الله عليهم تحيه لهم اللي كانوا معنا هنا داكشي باش ما نكونش داكشي ديال الناس ديال فاس كيوقف معاك صحيح صحيح هو داك يقول لك بقيتي شويه صحيح مزيان ويا سلام انواع كاينه سلام ديال فاش كتعيط لك شي وحده في الشركه كيحطوها هي كتعيط للناس اللي خدموا الناس اللي محتاجين سواء الصوت ديالها سواء كيفاش كدوي معاهم كتقول لك الو السلام عليكم بونجور عرفتي انت معاك كتقول ديك الو انت ديجا دافع سيفي فهمتي كتبقى عندك ديك لو 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 لداخل كتقول لك ديرونج با سيدي تقول واخا تكون فوق الطوال تقول ديرونج با مادام دير راحتك هذه كتسمى الانفتاح على ورقتان بل كتدخل بروجي كاينه واحد السلام اخرى اللي ما بقاتش فيها البركه كوكو ما فيدي اخطر سلام هي فاش كيكون شي واحد دير نضادر وجاي تسلم عليه هو ديجا دير في بالو اربعه ضربات انت باغي جوج ضربات فهمتي كتلاقاو في الثالثه كتولي مسلم عليه ومقيد معاه كوستا وبيسو كاع قدر ديك اللعيبه ديال الطاق وكاين السلام ديال النصابه النصابه في شكل السلام النصاب اللي بغى ينصب عليك كيجي عندك في الاول صباح الخير يا مولاي غيجمع لك كل شيء هذا نهار تيجمع لك كل شيء كيتلاقى معاك ما كيكملش السلام كامله كتسمع واحد الشيء جارنا حنا سكن حدانا ما كيقولش السلام زعما بغى الثقار ديالو قهرو الجيران اللي كاع معاهم تيدوز من حدايا تيقول انا تنقول مع المده وليت كيقول هو اس كنقول لي مياو اس مياو وليت تابعت ولا كيقول تصب عاد باش كاين السلام اخطر سلام هي فاش كتقول لك ماماك دو سلم على الناس ماشي يكونوا خوالاتك وجايبين معاهم واحد وحده ما عرفتيهاش غالبا انت فاش كتبغي تسلم على الناس كتضرب واش كاينه شي لعيبه نجلسوا في الدار اليوم ولا لا عرفتي ديك بنت خالتي زوينه هنايا اجي انت خذي هاي هادي بيسي فوالا كتدخل كتبدا السلام سلام كي دير خالتي كتقرا مزيان شويه 18 في 21 لعب سلام بخير كذا فيزيكا وي سي تري زونفون سلام عليكم كتصل عند وحده كتقول لها السلام كتقول لك اسمح لي وزي ما تنسلمش بيديا اوه الفي شو عرفتي ما كتكرهش يكون الكبال تما كاع دوزو يدك تضرك صافي 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 ما كتكرهش تقول لي يدك هانتي سيري للدار انا جاي سيري انا جاي علاش هذاك كيما قال الاخر داك اللي يسلم عليك كيطبقك هنا على الزوج زعما ضروريه هذه من جهه من جهه اخرى درت واحد الدراسه لقيت بان اغلبيه ديال المغاربه ما كيفطروش ديريكت الغداء وتخيل معايا المعده خاويه الصباح كتبغي شرمولا سربولا حرفولا شوي تجي دورونج الانسان اللي فهمتي تفتح او تنايد يحلى بطاطا زيتونه بطاطا
زيتونة بطاطا كيولي عندك تفكير مرقاوي كتولي مريقي لدرجة أنه هاد السيد هذا اللي كيدير بحال هكا كيخرج معاك للطريق ما تيشوفش شي بوتيكا دايره سولد ولا كيشوف البنيان ولا الوقت فين وصلات غادي ما تطرق عينها الكرارس ديال الدلاح وديال المطيشة باش يقول صاحبو شي الخير تبارك الله شو الشهدية شو تبارك الله الشهدية شو الكرموز تبارك الله وكيدور عند صاحبو تيقول ليه صبات الشهد العام بحال صاحبو كان دير مضل ما كانش حاضر لقيت في الحياة في 33 ألف ريال لقيت البصلة حيت هما قالوا البصلة غلات إخوان راه كاين واحد المسألة علاش غلات حيت البصلة دابا ولاو عند الحقوق ديالها تدخل للدار كوزينة كتقول لك طونسيو ما تحطش عليه الجنوي باش ما تجبكيش فهمتي هي كدا تسرب بوحدها فهمتي كتقول لك واش بغيتيني دواور ولا طواول بغيتيني في الكوكوط ولا في كذا واحد المثال عندنا في المغرب كيسطيني تيقول لك كون كان الخوخ يداوي كون واش عمركم شتي شي خوخه غادي نبا وي 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 وحده تفاحه كتقول لها كيف بقيتي تفاحه تفاحه هذه من جهه من جهه اخرى ومن جهه اخرى الا لاحظتوا معايا في الاغاني ديالنا ديال شحال هذه كتسمع كلهم بادين بحرف النداء يا ناسيني يا ناسي العالي وهي جمال بحال هذاك اللي كان كيكتبهم كانوا كيحطوا صحابه في الموقف وكيمشيو عليه كيبقى ويا مصطفى الغدا كيخرجوا على هذه إيه فاش كيجيو عندكم الناس كتنقز وحده من دوك الناس كتقول جيب لي الله يخليك لي فورشات طبيعة الحال لي فورشات عندكم نتوما في الدار ضروري كتلقى واحد وحده دايرها ها ما يمكنش زعما كل شيء تيكون عمكم خدام في المطار هو اللي جابو شحال هذه مع الشوكولات وداك الشيء الجوع 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 حنا كنمشي للوطيل كنديو كل شيء فوطات صندالة الجوع 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 علينا كتلقى وحده دايرها ها وهذيك الفورشيت كتكون متعددة الاستعمالات كنقيو بها ديك الخملة اللي كتكون في الشطابة ديال باي باي فوالا كناكلو بها سلاد حيت كاين فرق بين سلاد وشلاضة فوالا شلاضة هي مطيشة بصلة إلا شتهتو الخيار شوية الخل ديك نغماماتها أتونسيون فوالا نهار تيجيو عندكم الناس ماما كتشتهد كدير الترونشيات ديال الليمون كدير فوقهم القرفة عرفتي كتاكلها كدوي مع بنادم كتخرج منه ريحه تركيا هذيك الفرشيطه علاش ديك العيب اللي دايره بحال هكا كتلقاها كحله علاش فوالا فاش كتشري شي سمطه صغر منك كتبغي تزيد واحد الثقيبه وعلى كيكون شاد الماك صاحبك تلقى راه جبتها والله تا جبتها بالله كتعرقوا بجوج طق كاينين دوك الدراري المتيولين امبرني وداك الشيء كيجيب قطيب طق باش يجيب ديك الثقبه قرص كاين اللي كيدير موس كتولي متوازية الأضلاع كتشرم لك السمطة كتولي محي السمطة ولابس سروال وعرا كتكون لابس سروال بلا سمطة واقف مع ناس مهمين صافا لا راه كان عيط لينا الآخر البارح والأخطر في هذه القضية هذه هي يكون الملابس الداخلية كتهرب من بلايصها وأنت واقف مع الناس في مستوى لا سي مصطفى راه كان عيط لينا على ديك المسألة باش لا كتبغي داك الشيء حيد من داك الشيء لو عيطوا لي انا ان شاء الله ندير شي حاجه سي كونفيرمي لا وهي في المساله اللي ما هي مرة غنشوف غاني بيض من غانا والله تفرحتيني بالله غاني 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 والله تمتي يا واعر تعجبني ديك السطحة عندك دير زينة كديدة هادي كديدة هادي واعر انت كندير هكا انايا قالوا لي هاد اليومات وليتي تدير داك الشيء ديال السكيتشات خطير انت في الضحكة ضحكنا الله يرحمك ويدي ضحكت ضحكوا قول لينا سكيتش ضحكنا الله يرحمك لكم شي سكيتش ما موجودش ما موجودش شي حاجه باش نغنيو صافي حنا واش غنسقيو صافي قول لينا انا عاود لكم واحد القضيه عرفتوني انا كبرت في مراكش داكشي اللي وقع لي في مراكش غير يد الصور
واحد السيد عندكم واحد القضيه واحد السيد وقعت ليه واحد القضيه مراكشي دخل الحمام على 5 الصباح مع 5 الصباح عرفتوا شي يكون في الحمام خرج عليه واحد العفريت قال لي شوف بك لبيك كل شيء بين يديك عندك 3 ديال الطلبات دار فيه بحال هكا قال لي انا بغيت تجيب لي بعدا واحد القهوه قال لي قهوه راه طلب قال لي عطوا طلب وكنا بغيت باش تحل لي دماغي انايا جاب لي القهوه واحد وقيت قال لي قول لي دغيا طلب ثاني قال لي بغيتك تجيب لي واحد الكارو دابا قال لي كارو راه طلب قال لي راه عافنا طلب يجي يجيب لي كارو راه هو باش يتحلوا لي عينيا مشى جاب لي الكارو كما الكارو بحال هكا قال لي دابا تلقيت لقني طلب ثالث قال لي واي بشويه علينا خلنا بعدا هاد نطرا بعدا تدخل لينا للدماغ قال لي عرفتي اش غادي دير الطلب الثالث قال لي اشنا هو قال لي بغيتك تبقى خدام عندي الله يتعفريت بالله دير لينا هوب الله يتجي غني لينا داك الديسك ديال تعجبني قلتي ياك واش نجيبك سروالي ولا نمشي الفيلالي بغيتي الجلالي جيبوا لي طيبوا هاري يلا جيب لي الميكرو جيب لي الميكرو